بسم الله الرحمن الرحيم نحن نمر في شيدة بصحبة الأخ العزيز أبو المجد عبد الله الشيدي أخبرني بأن هذه الحالة أصبحت مهجورة لربما في السابق أسباب عدم وصول الطريق السهلة ويتعود الناس بعد ذلك ما الأسباب عبد الله الناس تهجر هذه الأماكن ذي القرى برغم أن ما شاء الله أماكن زراعة أماكن توفر مياه ما الأسباب يعني اليوم تهجر الناس هذه هذه المنطقة أيوة المنطقة هذه كل حد هذا توفى <applause> نعم اها هذا انتقلوا للمنطقة الحين القريبة نعم, نعم. <applause> نعم. ما شاء الله إيه واحد أما المنطقة اللي هو عالي هذه حارات هناك وبيوت <applause> كثيرة أولادهم كلهم في صحن ايه في صحهم انتقلوا صحة يعني انتقلوا وخلوا و... عملهم هناك واستقرارهم هناك إخوان الإخوان المساكين سووا بيوت هنا آه. كبيرة وبعدين انتقلوا عندنا <applause> منطقة ثانية في شيدة اسمها ظهر قوم. نعم ماشي طرق هنا ولا كيف؟ طرق <applause> ممتازة وكل شيء لكن سبحان الله الناس <applause> تبقى قرب الخدمات الكثيرة نعم صدق والمكان الأوسع يعني لهم اسمه، ما عندهم مكان قبيب المكان ما، والعائلات كبيرة. أي المناسبات صعبة يعني. هي ما المناسبات، حتى يوم الأيام العادية، م -م. العائلات كبيرة أصبحت. نعم. فهم حبوا يتوسعوا صح. في مكان صح. رحب يعني، صح. على أساس أنهم ينتقلوا في مكانات، وطبعاً الحكومات على 600 700 متر. نعم. هناك ويبنوا فيهن. الحين بانين في ظهر القوم هذه المناطق. أغلبهم خرقوا يعني. أغلبهم هنا. أغلب نعم. على أساس أنهم يرتاحوا هم أولادهم وزوارهم. طبعا هذا الـ هذا الـ هذا بس مع انه مهن الخدمات موجوده الحمد لله دائما قار الماء الحمد لله موجود حتى توصيلات المياه كهرباء موجوده صدق جميع الخدمات بس المكان نعم صدق خبيب كما يقولوا نعم كذلك او المكان ما رحب نعم لانه العوائل كبرن العوائل اصبحن كبيره يعني صدق.